مشروع تحديد النسل ولا تكتفي بالتوعية اللي مستمرة بها وزارة التخطيط من سنوات إلى الآن؟ لا، هو بصراحة قضية تحديد النسل مو سهلة. ليش مو سهلة؟ أولاً بلدان مضت بيها نجحت بتطبيقها. أولاً يعني المنظومة القيم الاجتماعية راح يعني تكون يعني شديدة بهذا، هذا رقم واحد. رقم الثاني أيضاً بها تداعيات يعني على المدى البعيد. احنا الدول اللي مشت بهذه السياسه الان بدات تواجه مشكله. شنو هذه المشكله؟ انه كبار السن يبدي عددهم يزيد مع قله في عدد الشباب، عمر الشباب اللي هو المنتج. زين، فاذا وصلنا لهي المرحله راح يصير الوضع خطير، راح نضطر نستورد عماله لانه الشعب يصير كله مستهلك مو منتج. اذا كل ما تقل نسب الشباب كل ما يكون الشعب يتحول الى مستهلك، وبالنتيجه راح يصير مشكله. الان الصين اللي هي الدوله رقم واحد في قضيه تحديد النسل بدات عندها مشكله تظهر بشكل قوي جدا. الان يفكرون شلون يعالجون هذه المشكله. بداوا ينطوا مجال للاسره تجيب طفلين، كان طفل واحد، الان بداوا ينطوا المجال يجيبون طفلين. وبالتالي حتى يعالجون هذه المشكله. انتم شايفين تحديد النسل شيء غير جيد، خطوة غير جيدة، وأيضا مخالفة للتقاليد والأعراف والمنظومة القيمية والمنظومة العشائرية. احنا أصلا بصراحة ما نحتاج أن نروح لتحديد النسل، ما نحتاج، لأنه ما يتوافر عليه العراق من إمكانات ممكن أن تلبي متطلبات الناس الموجودين في الأمم المتحدة. مش شايفة هيك؟ نفس الأمم المتحدة أهل مكة أدرى بشعابها، قدمت نصيحة قبل أيام للعراقيين بالذهاب نحو استخدام أو اللجوء لاستخدام وسائل منع الحمل. هذه طبعا هذه اصلا من السياسات او التوجهات الموجوده الان. وزاره الصحه ماضيه بهذا الاجراء، انه هذا تنظيم اسره، هذا يعتبر تنظيم اسره مو تحديد نسل، تنظيم الاسره بحالتين المبادره. ما كان الهدف من نصيحتهم او مبادرتهم لتقليل اعداد الولادات؟ هذا مو هذا شغلنا احنا اصلا، بدنا نشتغل على هذا. يعني المتحده ما جايبه شيء جديد من عندهم، احنا اصلا نركز على قضية تنظيم الأسرة، المباعدة بين الولادات وتقليل عدد الولادات، حتى كل ما تقل عدد الولادات كل ما راح تكون عندنا الزيادة السنوية تكون أقل. بس احنا بصراحة محكومين أيضا بعدد سكان كبير، وتحصيل حاصل كل ما زاد عدد السكان كل ما زاد عدد الولادات بالتأكيد. يعني